وياكم المذيعة أم قلة. اليوم في النشرة الجوية لقد ارتفعت درجة الحرارة في العراق إلى 60 درجة مئوية، أما في كندا فتحت الصفر، يرمون الماء في الجو ليصبح ثلجا في أقل من ثانية واحدة. هاي صديق ابني سمعت هذا الخبر؟ اي بويا هاي عصريك تحكي هاي المذيعة؟ هاي كنت تجي للعراق الساعة بثلاثة الظهرية بس تزم الدجاج اللي فوق وتشمرها تنزل مشوية وياها أربعة بيبسي. قلت لك على طار البيبسي روح جيب لنا بطل مال بيبسي خلنا نتمضمض بيه. سعدت عندنا الحماوه فول. انطيني ألف وانا اجيب لك. تروح جيب على حسابك وبعدين انا انطيك. وقعها قطني. شنو هاي؟ الشمس طالعه هي وجالها. ايش طلعك ولك؟ ها شموسه. بس اروح اجيب بطل بيبسي وارجع بسرعه ما تاخر. جولك ماكو بيبسي لا احرقك حرق. ولد شموسه شو تحرقين من عندي؟ هو انا ازرق. هنا اللاعب مصطفى يخرج الساعه بثلاثة الظهر ويتحدى شموسه ويعدي ويعدي ويهرب. الله يسعدك حبيبي. بس بطل بيبسي يلا تفضل. اشكرك يا طيب. طيب 500 وراح اخذه بالف وربع حلال علي. يما اسحب يا الله اسحب يا الله اسحب يا ربي اسحب يا الله اسحب يا الله اسحب يا ربي اسحب يا الله. شنو هذا؟ شو ما حد موجود؟ من دق الباب لعب؟ شو بالك؟ ذب البيبس وشرد ولك بابا لك جوه احترقت باولي.